بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وحضرتكم مستر مصطفى محمود. إن شاء الله النهاردة هنكمل مع بعض جريد 6 الصف السادس، ومعادنا النهاردة مع The Last Unit آخر واحدة في الفيرست تيرم with title in town في المدينة. وزي ما احنا شايفين هنبتدي بالمين فوكاب بتاعتنا بتاعة lesson 1 الدرس الأول. town town today today maybe maybe fine fine serious serious seat seat right right cloudy cloudy sister sister bitter bitter cold cold degree degree family family flu flu have a seat have a seat do better do better take care take care had better had better. ودي المين فوكاب بتاعتنا. وزي ما احنا شايفين مع بعض الكونفرزيشن تايم وقت المحادثه داير ما بين مستر سامي وكمال. كمال دخل عليه لقاه قاعد على اون ذا بنش على المقعد اللي موجود في الجاردن في الحديقه. هاي مستر سامي، ازيك يا مستر سامي؟ هلو كمال، هاف ا سيت، ازيك يا جمال؟ تفضل بالجلوس. ثانكس، اوه اتس كولد توداي، النهارده الجو برد جدا. قال له ذاتس رايت ذاتس رايت، انت عندك حق فعلا. اتس 23 ديجريز، درجه الحراره 23. ابتدى يكمل المحادثه في نمبر 3. واو دو يو ثينك اتس جوينج تو رين، هل تعتقد ان الجو هيمطر النهارده؟ قال له maybe ربما. it's getting cloudy، الجو عمال بيغيم. so how is your family كمال؟ طب وعيلتك يا كمال عاملين ايه؟ قال له they are fine، هم كويسين. but my sister has a flu، لكن اختي عندها برد. قال له I am sorry to hear that، انا بأسف لسماع ذلك. قال له it's not serious، الموضوع مش خطير. She's doing better today، النهاردة هي بتتحسن. قال له good كويس. هما بيتكلموا، قال له look it's starting to rain، الجو ابتدى يمطر. I'd better go home، من الأفضل إن أنا أروح البيت. take care كمال، قال له باي مستر سامي. دي كانت الكونفرزيشن بتاعتنا. من قلب الكونفرزيشن في important points، نقط مهمة لازم نخلي بالنا منها، دي بالنسبة للجرامر بتاعنا. أول نقطة خلي بالنا منها، لو احنا بصينا مع بعض في نمبر 3 قال له it's going to rain it's going to rain، رد عليه قال له it's getting it's getting. في نمبر 5 قال له she is doing better today she is doing better today. هنلاحظ من ضمن الثلاث حاجات اللي احنا قلناهم دولت ان احنا عندنا it's فيها كلمة is، عندنا كلمة she is فيها كلمة is، عندنا it is getting فيها كلمة is. وديت القاعدة اللي احنا خدناها قبل كده وبتقول لنا ان طول ما في am is are لازم يكون الفيرب اخره ing. دي حاجة اول نقطة لازم نتعلمها. تاني نقطة لو لاحظنا في الصورة الاولانية قال له have a seat، ابتدى بكلمة have زي ما هي. لو احنا بصينا في اخر واحدة قال له I'd better go home، من الأفضل إن أنا أروح البيت. لو إحنا بصينا في نمبر 5 قال له I am sorry to hear that، يبقى إحنا عندنا هنا 3 verbs، 3 أفعال كلهم نازلين infinitive مصدر. الأولاني اللي هو have a seat لأنه هنا بيأمره، وطالما أنا بأمر يبقى ببتدي بالفعل زي ما هو. لو إحنا بصينا في نمبر 5 قال له I am sorry to hear، هنا كلمة hear نزلت زي ما هي لأن طول ما كلمة to موجودة يبقى الفعل كما هو. في نمبر 4 I had better go، لأن كلمة had better دايما بيجي معاها الفعل زي ما هو. ده بالنسبة لجزئية الجرامر. بالنسبة لجزئية الإكسبريشنز التعبيرات، لما أجي أقول لحد اتفضل اقعد أقول له have a seat have a seat. والأهم من كده في نمبر 5 I am sorry to hear that، دي بسمعها دايما أو بقولها دايما لما باجي أسمع bad news bad news أخبار سيئة. فلان مات يبقى I am sorry to hear that، فلان عيان I am sorry to hear that. يبقى كلمة I am sorry to hear that بستخدمها لما يكون في bad news أخبار سيئة. ده بالنسبة لجزئية conversation. بعد كده هيقابلنا وإحنا بنقرأ المحادثة وفي كمان معاها الفيروس بتاع lesson 2
عندنا أفعال regular منتظمة زي rain, rained, start, started, visit, visited, bake, baked, bother, bothered, ask, asked, use, used, follow, followed, love, loved. دي regular منتظمة، هنلاحظ ان اخرها دي او اي دي. لكن الناحية التانية عندنا irregular verbs، افعال غير منتظمة، شكلها بيتغير خالص لما بيفضل زي ما هو، بس ما بيبقاش ليها علاقة بالاي دي ولا الدي ولا الاي دي، زي think, thought, have, had, may, might, hear, heard, feed, fed, take, took, give, gave, speak, spoke, read, read, meet, met, get, got, write, wrote. ودي الفيربز اللي هي هتقابلنا دلوقتي في الجرامر بتاعنا. زي ما احنا شايفين ومتعودين عندنا من اول grade 4 من بداية الصف الرابع بيربط للverbs with the nouns الافعال بالاسماء. feed the birds يطعم الطيور، read a newspaper يقرأ جريدة، take medicine يأخذ دواء، meet a friend يقابل صديق، visit a museum يزور متحف، take the underground يأخذ المترو، give a speech يلقي خطاب، take bread bake bread يخبز الخبز، take a math test يأخذ اختبار رياضيات، get a haircut يحصل على قصة شعر. بعد كده الكلمات اللي مكتوبة هنا بعديهم ديت اللي احنا نستخدمها في الجرامر بتاعنا. اول كلمة عندنا how often، how often كم مرة، بنسأل بيها عن عدد المرات. من ضمن الاجابات على كلمة how often كلمة twice مرتين، كلمة once مرة، اكتر من مرة times، بعد كده a day يوم، a week اسبوع، a month شهر، a year سنة. لو احنا نلاحظ قبل day week month year هنلاحظ مكتوب كلمة حرف الآ هنا بيقول لي ان الآ بتبقى مساوية لإيه؟ on او in بمعنى في. a day يعني في اليوم، a week في الاسبوع، a month في الشهر، a year في السنة. وهو ده الجرامر اللي قدامنا اللي احنا يقابلنا دلوقتي how often. how often بنسأل بيها عن عدد المرات، وهاو اوفن زيها زي أيايا ذات استفهام لازم يجي بعدها auxiliary verb او helping verb الفعل المساعد زي do او does. طب احنا بنستخدم do او does لان احنا بنتكلم على habits عادات بنعملها، حاجات بنستخدمها في البريزنت معنا. طيب هنبتدي نستخدم ايه do و does. do مع البلورال الجمع زي كلمة you و they، بعد كده does بتيجي مع السينجولر المفرد زي هي وشي. ودايما زي ما قلنا قبل كده ان طول ما كلمة دو او كلمة does موجودين infinitive يبقى الفعل كما هو، الفعل بدون اي اضافات. play play، eat eat، swim swim، feed feed، بينزل الفعل زي ايه ما هو. ده بالنسبة للquestion بتاعنا. بالنسبة للانسر طبعا هنا الحاجة الوحيدة اللي بتتحول زي ما احنا شايفين هي كلمة you، بنحولها لاي. they they he he she she. طيب لو انا استخدمت I او they في الاجابة هنلاقي جنبها infinitive يعني الفعل كما هو. طب لو انا استخدمت he او she، he او she ديت مفرد، يبقى هزود للفعل s او es او ies. بعد كده بعد ما بحط الافعال بتاعتنا ببتدي استخدم كلمة once لو انا بعمل الحاجة مرة واحدة، twice مرتين، اكتر من مرتين ابتدى استخدم الارقام العادية 3 times 4 times 5 times، بعد كده في اخر الاجابة ببتدى استخدم a day a week a month a year. for example طبعا الامثلة هي اللي بتوضح الموضوع اكتر. how often do you take medicine، كم مرة انت بتاخد فيها دواء، هلاقي you بتتحول ل I، take medicine take medicine، وفي الاخر الاجابة بتاعت how often اصلا اللي هي ايه once a day، يبقى I take medicine once a day، أنا بياخد الدواء مرة في اليوم. How often do they get a haircut، كم مرة هم بيحصلوا على قصة شعر، they get a haircut twice a month، بيحصلوا على قصة شعر مرتين في الشهر. How often does he feed the birds، كم مرة هو بيطعم الطيور، he feeds. هنا بقى نقف، احنا لما قلنا I قلنا I ايه، I take medicine، قلنا زي ايه get a haircut، نزلنا تيك زي ما هي وجيت زي ما هي لان السبجكت الفاعل اللي هو I و they بلورال جمع. لكن اول ما قلت هي
زودنا اس الكلمة feed بقت feeds يبقى he feeds the birds 3 times a week. How often does she give a speech? She gives زودنا اس الكلمة give لأن she singular. She gives a speech twice a month. ودي كانت جزئية الجرامر بتاعتنا. من جزئية الجرامر نطلع بحاجة important مهمة قوي. ده بقى بنعتبره ايه زي ما بيقولوا كده الزتونة بتاعت الجرامر. عندنا هي او احمد شي او هبة ات او ذكات ده كله عبارة عن singular مفرد. لما اول حاجة تعلمناها في الانجليش خدنا verb to be اللي هو am و is war. مع singular المفرد استخدمنا كلمة is. بعد كده كبرنا شوية ابتدينا نستخدم have و has اللي هو verb to have فعل يملك. مع المفرد استخدمنا has. بعد كده كبرنا شوية ابتدينا نتعلم الverbs عامة الافعال زي كلمة play read write بنزود لها اس زي كلمة blaze visits برضو لان هنا singular مفرد. لما جينا عملنا question سؤال استخدمنا كلمة does اللي فيها الاس عشان هنا الفاعل مفرد. لما جينا عملنا النيجاتيف النفي استخدمنا كلمة doesn't اللي فيها الاس لان السبجكت singular مفرد. يبقى هنا القاعدة بتقول لنا الفاعل المفرد بيحب الفعل اخره اس. لكن لما الاقي السبجكت بتاع بلورال زي I و they children we I and علي you في verb to be قلنا am و are I مع am و are مع الجمع. لما جينا خدنا verb to have قلنا have. لما جينا خدنا الأفعال العادية قلنا play قلنا read قلنا swim. لما جينا كوننا السؤال قلنا do. لما جينا عملنا negative قلنا don't. يبقى بعدنا عن الاس خالص. هو ده الملخص بتاع الجرامر بتاعنا من أول ما تعلمنا الإنجليش. بعد كده اخر جزئيه عندنا جزئيه الريدنج تايم اللي هو وقت القراءه اللي هو بيديني قطعه باراجراف وبنبتدي نقراها ونحل عليها كويستشن اسئله. دوت طبعا بيدربني على هاو تو ريد ازاي تقرا هاو تو اندرستاند ذا كومبريهنشن ازاي تقدر تفهم قطعه الفهم هاو تو انسر ذا كويستشنز ازاي تجاوب على الاسئله. اخر درس عندنا اللي هو الريدنج تايم بيتكلم عن بيست البيست اللي هو الشخص المزعج best patient crazy without fear attention big brother room because some problem always things old first little young friends asking but borrow spend find grow up. دي كانت الكلمات بتاعة comprehension أو قطعة الفهم. بالنسبة للدرس نفسه عبارة عن شبيه للإيميل Dear سارة عزيزتي سارة Dear سارة I am 13 years old I have a big problem. عزيزتي سارة أنا عندي 13 سنة وعندي مشكلة كبيرة. My little brother is a beast أخويا الصغير مزعج. He bothers me all the time and always he always bothers me all the time هو دايما بيزعجني. and my friends bothers me and my friends بيزعجني انا واصدقائي. he is going into my room and takes my things without asking هو دايما بيخش الغرفة بتاعتي وبياخد اشيائي بدون استئذان. my mom tells me to be patient because I am older ماما بتخبرني دايما ان انا اكون صبورة لان انا اكبر منه. It's not fair كده الموضوع مفهوش عدل ده كده ظلم. What can I do ماذا استطيع ان افعل. Going crazy going crazy انا هتجنن خلاص. ردت عليها سارة وقالت لها Dear crazy عزيزتي المجنونة Your little brother loves you very much and wants your attention أخوك الصغير بيحبك كتير جدا وعايز يجذب انتباهك. spend time with him قضي الوقت معاه. tell him he can use your things but he has to ask first وقولي له انه يقدر يستخدم الأشياء بتاعتك لكن لازم يستأذن الأول. بعد كده راح تقول لها first أول حاجة help him find some friends ساعدين ان هو يلاقي بعض الاصدقاء يبقى عنده اصدقاء. and don't forget وما تنسيش he will grow up
إنه هو هيكبر في يوم من الأيام، وفي الآخر عملت الساينتشر بتاعها الإمضة بتاعتها سارة. بكده يبقى احنا خلصنا اليونت بتاعتنا يونت 5 in town، وإن شاء الله بالتوفيق للجميع، وياريت ما ننساش نعمل شير سبسكرايب لايك عشان يوصل لنا كل جديد بأمر الله، وبالتوفيق لأولادنا كلنا، وتحت أمركم في أي استفسار في أي وقت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.